نشاهد وإياكم هذه الوثيقة. إنها وثيقة مسربة وفيها مكتوب من هيئة الحشد الشعبي، وفيها تعلم مديريات الحشد بقائد القوة الجوية الحشدية الجديد وختم المديرية الجديدة. الكتاب طبعا صدر بتاريخ 5 من الشهر الجاري، لكنه عمم ووزع على المديريات بتاريخ 12 من سبتمبر أيلول الجاري. طبعا الكتاب يثبت تأسيس المديرية فعلا عكس ما صرح به من هيئة الحشد التي قالت إن الخبر محض إشاعة، لكن تواريخ النشر تؤكد أنه لم يكن إشاعة كما تقول هيئة ميليشيا الحشد.